عبد الله الدوسري، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. كيف اليوم؟ والله لسه بادين، بس لازم نبطل الالعاب. وش الالعاب هذه؟ احنا في شركه يعني نحاول انه ميك فان، لا نسق المواهب، ننشر فكره الالغاز والريدلز في كيف ثقافه الشركه. يعني طبعا انت جاي من وين؟ من انتوفي، انتوفي دوت كوم. وش دورك انتوفي اليوم؟ اليوم انتوفي كانت مجرد راعي راعي ذهبي، لكن ان شاء الله نحاول خلال اليومين هذه برضو انه نساعد الشباب، انه جبنا اكثر الاخوان الدايركتورز في الشركه من الاردن ومن الشباب اللي في الرياض برضو، ويساعدون يدعمون كمرشدين ان شاء الله للشركات اللي راح تطلع عليهم. او انت اليوم معنا منتشر؟ اي نعم. شخصيا انا عندي نقطتين قوه الحمد لله. النقطة الأولى اللي هي لا الحمد لله الشيء اللي درستها، يعني عبد الله من الناس الكويسين، بس أنا أمزح معاه، بس أبغى أعرف. عندي خبرة في كتقنية، اللي درست كمبيوتر ساينس وسويت مشاريع، وفي نفس الوقت اشتغلت في الماركتينج، فعندي نقطتين يعني إن شاء الله أقدر أساعد فيها الشباب. الماركتينج يقصد التسويق الإلكتروني؟ التسويق إن جنرال، التسويق بشكل عام يعني ديجيتال ماركتينج وغيره. كيف الحماس؟ والله ما شاء الله، يعني ما توقعت كذا يعني، لكن الحضور كبير و ان شاء الله بتنجح. ان شاء الله توقعاتك لمن جاي في مشاريع؟ اتوقع 30 40 مشروع على برودكت. انت في بتاخذ شيء؟ اكيد، واي نوت. لا لا بالعكس، صح انه هو مو اي يعني هو مو الهدف بس تجميع مشاريع اكثر من انه تطلع مشاريع تكون عليها قيمه، عليها قيمه وكوميرشلايز. بالضبط، هذا الله يعطيك العافيه. ترى يومين اكيد تتهرب. لا 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 ما يحتاج.